أهلا وسهلا أخت فريال. أهلا وسهلا أخت فريال. ألو أخ نزار، سلام ونعمة المسيح معاك، وأنا مبسوطة كثير كثير وسعيدة أنه شفت حضرتك مرة أخرى وبالبرنامج مباشر. الرب يباركك ويتمجد في خدمتك وين ما تكون. شكرا أخ نزار. أنا كنت الرب يسوع المسيح له كل المجد، يقول لهم عيون ولكنهم لم يبصروا، ولهم آذان ولكنهم لم يسمعوا. فأنا كنت من الأشخاص اللي عندي عيون لكن لم أبصر، علما كنت مسيحية متدينة، لكن بعد ما الرب نور حياتي ودخل حياتي وقلبي ونور فكري، فأصبحت دائما أقول كنت أعمى والآن أبصر. بعد ما فتح عيوني أصبحت أقرأ الكتاب المقدس بقلب مليء بالإيمان وبعيون أفهم الكتاب المقدس. قبل كنت أقرأ ولا أفهمه، فالرب يسوع هو يفتح العيون، يفتح القلوب ويخلق الإنسان خليقة جديدة. ونشكر هذا الإله العظيم اللي غيرني واللي حولني من مسيحية متدينة إلى مسيحية مؤمنة حقيقية مولودة الولادة الثانية. وأنا أصلي لكل شخص أن يلمس، أن يعرف هذا الإله الحقيقي حتى ينور قلبه وعقله وفكره، ولما يختبره حيقول كنت أعمى والآن أبصر. آمين. شكراً أخ نزار والرب يباركك. الرب يباركك أخت فريال، شكراً كثير، مبسوط أنه أسمع منك.